sai na biyun shi a wannan mataki da gama hukumar mulki ta bukuyin Yusuf Abubakar Mallam Yusuf Abubakar fa lai tafakkur ɗan mata a can kewayen ku da kewaya a tuntu waya guda biyu assalamu alaikum so wata santa sai ta tayar da wayarta sai ta je ta ga malama Aminatu ko Hajiya Aminatu Muhammad ta yi mata bayanin kalar wayarta sai ta bata insha Allah برواية حفص عن عاصم طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم
أأنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أفرأيتم الماء المد الواجب المتصل أفرأيتم الماء الذي تشربون المد العارج للسكون أأنتم الإخفاء الحقيقي أأنتم الإظهار الحلقي نعم أأنتم الإظهار الشفوي أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الإخفاء الحقيقي السؤال الأخير الحاء من أين تخرج؟ الحاء تخرج من وسط الحلق بارك الله فيك